أهلا بكم. قالت الأمم المتحدة إن 7 ملايين يمني باتوا على شفا المجاعة، وأضاف مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير له إن أكثر من 2,300,000 طفل دون سن 5 يعانون من سوء التغذية. هذه التقارير تأتي تزامنا مع استمرار الحكومة باستنكار صمت منسق الشؤون الإنسانية إزاء الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح، واحتجازها المساعدات الإغاثية وحصارها المطبق على عدد من المحافظات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أي مدى تغطي المساعدات الإنسانية الاحتياجات المجتمعية في اليمن؟ وما هو الموقف الأممي إزاء عرقلة الأعمال الإغاثية؟ بعد أن كانت التحذيرات بالأمس القريب تتزايد حول وقوع اليمن في كارثة مجاعة مخيفة، ها هي اليوم تعيش في واقع المجاعة والأزمات المتلاحقة. تقارير عديدة تصدرها المنظمات الدولية عن واقع التدهور الإنساني الذي وصلت إليه اليمن أمام حضور إغاثي يقول عنه متابعون إنه لا يغطي مساحة الاحتياج المجتمعي. انعدام الأمن الغذائي بات يهدد ملايين اليمنيين الذين يعانون من دون أن يسأل أحد عنهم، لا في الداخل ولا في الخارج، سوى بيانات وتحذيرات تطلق من دون أن تجد الصدى الذي تحتمه خطورة هذه الأزمات. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن. المنظمة التي تبرع كثيرا في الوصف وفي تجميع الدعم بدت بعض جمل تقريرها الأخير وكأنها تفتقر للدقة في وصف حال اليمنيين، فبالنسبة للكثيرين لم يعد اليمنيون على وشك المجاعة كما عبرت المنظمة الدولية، بل صاروا في قلب المجاعة ذاتها. يذكر التقرير أن من صاروا على وشك المجاعة أو بالأحرى من دخلوا دائرة المجاعة يصل عددهم إلى 7 ملايين نسمة، وذلك يجعل اليمن يعيش واحدة من أسوأ أزمات التاريخ الحديث على الإطلاق، وهو الوصف الذي لم يغفله التقرير. يستطرد التقرير في شرح الأزمة ويقول إن كل شيء في اليمن أصبح مطلوبا وعلى وجه السرعة: الماء والغذاء والمأوى والخدمات الصحية، وهو ما يعني أن الحياة دخلت طور التلاشي، فالناس هنا لا يجدون أي من مقومات الحياة الأساسية، ليس لديهم أي حق من الحقوق التي كفلها ميثاق المنظمة الدولية. الأطفال لهم النصيب الأكبر من آثار الحرب وانعكاسها على أوضاع البلد، حيث يرصد التقرير الأخير أن أكثر من 2,000,000 ممن هم دون سن 5 يعانون من سوء التغذية بمستوياته 3، الأول والمتوسط والحاد، فيما تقرير سابق لمنظمة اليونيسف كان قد أكد أن طفلا يمنيا على الأقل يموت كل 10 دقائق، وهي نسبة غير معهودة في تاريخ الشعوب الحديث. ليس هذا كل ما فعلته وتفعله الحرب باليمن التي لا تتوقف تأثيراتها على الحاضر وحسب، بل تمتد آثارها السلبية لتضرب المستقبل، فجيلا جديدا بالتأكيد لن يكون بكامل فاعليته العقلية والجسدية. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن ينضم إلينا الآن من القاهرة، ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي. أهلا بك سيدة ريم. أهلا. أهلا بكم. إذن بداية، هناك تقارير أممية عديدة عن واقع مجاعة بات يعيشه اليمنيون، يعني بمواجهة أزمات إنسانية متلاحقة. ما هي آخر الإحصائيات التي يملكها برنامج الغذاء العالمي حول هذا الواقع؟ طبعا طبقا لإحصائيات برنامج الأغذية العالمية والتي تناولها التقرير، هو أن حاليا هناك 17 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة غذائية. 7 ملايين منهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية حتى لا ينحدروا إلى براثن المجاعة، فبرنامج الأغذية العالمي يوفر لهم مساعدات غذائية حتى لا ينزلقوا إلى مستويات المجاعة، وهم قريبون جدا منها. طبعا هناك مناطق في اليمن تعاني أكثر من مناطق أخرى، خاصة الحديدة، طعس، حجة، المناطق التي يتأثر كثيرا سكانها بالصراع، وكذلك أيضا التي يوجد بها أعداد كبيرة من النازحين، فهناك حوالي 3 مليون نازح في داخل اليمن، وهم أيضا من الفئات
التي تعاني كثيرا من جراء النزاع القائم حاليا. طبعا نختص بهذا الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، يبلغ عددهم حوالي 2 مليون طفل. كذلك يوفر لهم برنامج الأغذية العالمية الأغذية الخاصة التي تحول دون تطور الأمر إلى سوء التغذية الحاد، وكذلك تعالج سوء التغذية المتوسط. طبعا حاليا كذلك يعاني اليمن من مشكلة تفشي وباء الكوليرا الذي يكون يعني الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم أكثر عرضة له نظرا لضعف جهازهم المناعي. كذلك إذا أصيبوا بالكوليرا الأطفال نعم أستاذ ريم سوء التغذية نعم تفضل تقطع الصوت قليلا تفضلي أكمل عفوا لا أعرف أين توقف الصوت، ولكن بالنسبة لمرض الكوليرا فالأشخاص وخاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يكونون أكثر عرضة له لأن أجسادهم ضعيفة، مناعتهم أيضا ضعيفة، جهازهم المناعي أضعف من الأطفال الطبيعيين. كذلك أيضا قدرتهم على مقاومة المرض هي أضعف كثيرا من لو كانوا أصحاء. فطبعا اليمن حاليا يعاني من مشاكل من كل جهة. كما نردد، اليمن هو أكبر مشكلة إنسانية حاليا في العالم، وهذا شيء مؤسف طبعا. طيب أنتم كنتم في صنعاء في الأسبوع الماضي، ليس كذلك؟ مظبوط. طيب أنتم شاهدتم إذن عن كثب واقع الأزمات التي تعيشها العاصمة، كعاملين في المجال الإغاثي ما هي الصعوبات التي يواجهها العاملون هناك؟ نعم، أنا زرت صنعاء وزرت الحديدة، محافظة الحديدة، زرت أكثر من منطقة هناك. طبعا الوضع الإنساني في اليمن صعب جدا. بالنسبة للعاملين بالمجال الإنساني الوضع أيضا صعب، لأننا يعني نتحرك في ظروف صعبة جدا، هي ظروف حرب. هناك يعني صعوبات كبيرة جدا في التنقل ما بين المدن اليمنية، فما بالك بشاحنات تنقل غذاء، هذا شيء صعب جدا. طبعا بالنسبة للمساعدات الإنسانية هناك تدمير في البنية التحتية، هناك بعض الجسور التي كانت مدمرة تم إصلاح بعضها، وهذا من شأنه أن يساعد في توسيع شبكة وصول المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية بشكل عام إلى اليمن ككل. ولكن يبقى أن هناك أزمة كبيرة، وهناك أيضا ضعف كبير في تمويل العمل الإنساني في اليمن. فبرنامج الأغذية العالمي مثلا هو فقط يعني حتى نهاية العام هو أمن فقط 40% من احتياجاته حتى يستطيع أن يقدم المساعدة 9 ملايين يمني. فنحن الآن نتحدث عن مساعدة 7 ملايين يمني، منهم الأكثر احتياجا. فنحن لا نستطيع مساعدة كل الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدة، لكن فقط نستطيع مساعدة الأشخاص الذين هم على حافة المجاعة، الذين هم بدون المساعدات لا يستطيعون الحياة. فطبعا هذا وضع مؤسف. طبعا كما ذكرت الأوضاع الأمنية صعبة، التنقل صعب، كل هذه الأشياء هي عقبات كبيرة في اليمن تجاه العاملين بالمجال الإنساني، ولكن نحاول ونستطيع التغلب عليها. ولكن يعني هناك حاجة لكل طرف من أطراف الصراع تنحية الصراع جانبا، التفكير في أن هناك أبرياء يتعرضون للموت، يتعرضون للجوع، حياتهم هي على حافة الانهيار. طيب أنت تطرقت إلى نقطة مهمة وهي موضوع التمويل، يعني بعد
مؤتمر الاستجابة الإنسانية بالنسبة للحالة الإنسانية الصعبة لليمن الذي تم برعاية من السويد وسويسرا تقريبا وبإشراف الأمم المتحدة، كانت هناك وعود بالكثير من الأموال وإن لم تكن تصل إلى الحد المطلوب من قبل الأمم المتحدة. أنتم في البرنامج إلى أي مدى تمكنتم من أو إلى أي مدى وصلت إليكم أموال لتنفيذ برامج في اليمن؟ حتى الآن التمويل المؤكد هو فقط 40% من احتياجات برنامج الأغذية العالمي حتى نهاية هذا العام. طبعا نحن الدول المانحة التي أوفت بالتزاماتها تجاه برنامج الأغذية العالمي وتجاه الأزمة اليمنية وتجاه مئات الألاف من اليمنيين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة، ولكن ما زلنا في حاجة إلى المزيد حتى نستطيع تقديم المساعدة إلى أشخاص أكثر، إلى مناطق أكثر، وتغطية كل الاحتياجات اليمنية. فبرنامج الأغذية العالمي حالياً من 7 ملايين شخص الذين يستهدفهم في هذا الشهر، نصفهم فقط يتلقون مساعدات شهرية تغطي 100% من احتياجاتهم، أما النصف الآخر فالمساعدات تغطي فقط من احتياجاتهم، وذلك نظرا لنقص التمويل. فنحن نلجأ إلى ترتيب الأولويات بالنسبة للأشخاص والمناطق الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة. كذلك هناك عائلات يعني هي في الأولوية الأقل وهي التي يعني تستلم 60% من احتياجاتها الشهرية، ولكن هذا هو ما يستطيع برنامج الأغذية عملها الآن. طبعا نتمنى أن تكون احتياجات البرنامج المالية 100% متوفرة حتى نستطيع مساعدة وتقديم المساعدة لكل شخص بحاجة إلى المساعدة في اليمن. إذن أشكرك أستاذة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من عدن جمال بلفقي المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ جمال. إذن يعني هناك الكثير من الحديث حول أن العاملون في المجال الإنساني يواجهون مشاكل في الحصول على مثلا تأشيرات دخول لأجزاء البلاد التي كما يبدو أنها تدار من سلطة مختلفة، يعني سلطة الحكومة الشرعية، وهناك مناطق تخضع لسلطة الإنقلابيين. كيف تحل هذه المشكلة من قبلكم؟ طبعا هي حقيقة معروفة أن من أول حاجة بالنسبة لعدم حصول التأشيرات أحيانا توجد في بعض الأيادي الخفية اللي تلعب بعملية عدم، خاصة المنظمات الدولية اللي تأتي في المناطق اللي عدن محررة دائما يعني تشتكي من عدم حصولها على الدخول الوصول إلى عدن بسبب عدم وجود مقاعد خاصة. يعني توجد يعني ضغط على الخطوط اليمنية، لكن هذا الضغط لا يمنع أحيانا ان احيانا تاتي احيانا المنظمات الدوليه عندما تاتي الى مراكز قطع التذاكر يعطونهم العمل انهم ممكن يسافروا في وقت معين، ولما ياتون يقول ما يوجد مكان، الاماكن كلها محجوزه، واحيانا يعني يمروا ويشوفوا ان في ناس يطلعون في نفس الوقت، يعني فتشتكي من شكاوي لهذا المكان. لكن احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نساعدهم في هذا المجال ونحاول ادخالهم للمناطق اللي هي يريدوها. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ جمال بلفقي. ينضم الينا الان من صنعاء الاستاذ زيد العلاية المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه في اليمن. اهلا بك استاذ زيد. ومرحبا بك استاذ الكريم. حياك الله. إذن أستاذ زيد، هناك يبدو أزمات، يعني كما نلاحظ وكما يشاهد بشكل واسع هناك أزمات إنسانية كثيرة تعصف بالبلاد منذ بداية الحرب والانقلاب، خلقت هذه الأمور كارثة. الأمم المتحدة تقول أنها الأولى في العالم. هل تتناسب الجهود الإغاثية مع المقدمة مع حجم هذه الكارثة؟ أخي الكريم، تحدثنا عن اليمن تعتبر كارثة الأكبر في العالم، وكل المساعدة الإنسانية مهما كانت صحيحة أو مهما كانت كبيرة ليست هي الحل الأمثل ما يكون في اليمن
لكن افضل مساعده انسانيه يمكن تقدم للشعب اليمني هي انهاء الصراع. في بدايه 2017 تحدثنا عن ما يقارب 19 مليون و8 من عشره من الانسانيه. نحن الان على اعتاب بعد منتصف سنه 2017 بلغ فيها عدد المحتاجون الى الطاقه الانسانيه اكثر من 21 مليون. نحن نتحدث عن ما يقارب من 17 مليون يمني يعانون من انعدام امن غذائي. كميه المساعدات، كميه الاموال والدعم الذي قدم للامم المتحده الى اليوم هذا نحن نعمل بميزانيه اقل من 43%، حتى بالرغم من المؤتمر للمانحين الذي كان في ابريل 27 الماضي قامت فيه اكثر من دوله بتعهدات بمبلغ مليار و100 مليون، لم يصل الى الامم المتحده منها شيء. اضافه الى التمشي الكبير لوباء الكوليرا، نتحدث عن ما يقارب من اكثر من 400 الف حاله. هذا كله يجعل الامم المتحده تشغل امكانيات الشحيحه والخدمه الماليه كبيره جدا. نعم، طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ زيد. سعود الى السيد جمال بالفقيه المنسق العام للجنه العليا للاغاثه. سيد جمال، اذا الحكومه تتحدث عن احتجاز الميليشيا لكميات كبيره من المواد الاغاثيه، ما هو حجم هذه المواد واين تحتجزها الميليشيات؟ طبعا احنا طبعا اكثر من مره واكثر من لقاء مع المنظمات الدوليه ان احنا يجب ان يحاولوا قدر المستطاع ان يعني تكون مراكز تغيير مراكز التوزيع الى خمس مراكز حسب الـ حسب الـ حسب الخرطه الجغرافيه. يعني فمثلا عندما نتكلم على منطقه تعز وإد ان يجب ان تاتي الاغاثات اليها من مناطق المحرره ومنطقه عدن الى منطقه إد ومنطقه تعز لقربها اولا، وثانيا لسلامتها وامنها والوصول الى مستحقيها بالطريقه الصحيحه. دائما الاهتزاز اللي ياتي عندما تاتي الاغاثه من مناطق اللي تاتي من صنعاء عن طريق ايه؟ فيتم الاحتجاز احيانا عن دخولها الى مناطق اللي منطقه التعز اللي هي محاصره. يعني الى درجه ان احيانا يوصل الاحتجاز حتى في انابيب الغاز والاكسجين التي تحتاجوها الاطفال. هذه المناطق دائما تحتجز في هذه الاماكن، احيانا تتم الاحتجاز في عمليه الايقاعيين في العمل الاغاثي. فنحن بالنسبه لنا دائما نناشد المنظمات الدوليه ان دائما تغير اتجاهات الاغاثه الموجوده الى المناطق التي توصل اليها الاغاثه. كذلك عندما نحن نتحدث بهذا الشكل ان الحجم الكارثه الموجوده والحصار الموجود في مناطق التعز ومناطق اللي تحت سيطرتهم، ان احنا دائما نتكلم عن الدور الدولي بحكم انه يحملون قبعه الامم المتحده، فهم يستطيعون يوصلون لابعد مسافه وابعد مكان ايصال الاغاثات لهم. طيب الان عندما نتحدث عن احتجاز مساعدات وكميات كبيرة من المواد الإغاثية، هل هذا الأمر يتكرر بشكل دائم؟ وعندما يتكرر كيف يتم تجاوز مسألة الاحتجاز ومن ثم تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها؟ طبعا هذا يتكرر بسبب أنه يتمر بنفس الطرق. ونحن لما ننبه الأمم المتحدة وخاصة برنامج غذاء العالمي أن يغير اتجاهه لأماكن أخرى اللي توصل إليها الإغاثة. فطبعا هي أحيانا تحتجز وأحيانا تصادر. يعني في الفترة الأخيرة في مارب كان مركز الملك سلمان إغاثة رايحة تفجرت الإغاثة في المنطقة هذه من قبل الحوثيين في منطقة مارب، واحترمت الإغاثة وصول الإغاثة إلى منطقة هذه المناطق. حاول إدخال الإغاثة عن طريق البيضة لم نستطع، حاول ندخل الإغاثة عن طريق يافا ومناطق هذه الأخيرة، فحصل مشاكل كثيرة تعترض نحن عن أن هذا عمل إنساني يجب أن يكون العمل الإنساني بعيد عن أي شيء آخر. طيب الآن بالنسبة للجنة العليا للإغاثة كجهة أساسية من المفترض أنها تشرف على الأعمال الإغاثية في اليمن، إلى أي حد يمكن القول أن العملية الإغاثية في اليمن تجري كما يجب على الأقل؟ كم تعطيها نسبة نجاح؟ الحقيقة نحن غير راضيين بالعمل الإغاثي بشكل عام لأنه غير منظم. فطبعا نحن عايشين نحن لا نمنع المنظمات، نحن دور اللجنة العليا للإغاثة هي دور تنسيقي وإشرافي وفتح قنوات للمنظمات الدولية والإقليمية لإيصال الإغاثات المستحقية. فنحن عدم تنظيم العمل، فنحن نطالب دائما باستمرار
اللي يجب ان احنا تمر الاغاثه. نحن كلجنه او الاغاثه كشركه اساسيين في العمل الاغاثي يجب ان يكون في تواصل مستمر بيننا من اجل نحن نعرف توجيه الاغاثه هذه هل تكررت من جهات اخرى او انها غير متكرره. الازدواجيه في الاعمال هذه تاثر كثير. كذلك حجم الاحتجاج كثير، الاحتياجات كثيره جدا وكبيره مع حجم الكارثه، ولهذا نحن دائما نطالب بمضاعفه العمل الاغاثي. كذلك نحن يجب ان نحن يكون العمل الاغاثي بالتوازن ما بين الاشد احتياجا اللي هي الاغاثات الطارئه واعاده التعافي لاعاده البنيه التحتيه في المناطق المحرره. كذلك نحن نحتاج كذلك في مناطق معينه نحن لا نحتاج عمل اغاثي بدل ما نحتاج اللي هو تخفيف من البطاله. يعني هذا اللي يجب ان تكون احنا كشركه اساسيين يجب ان يكون في قبل يعني عمل اي خطه استراتيجيه او استجابه للسنوات القادمه. يعني مثلا 2018 يجب الجلوس مع اللجنه الاغاثيه كمعنيه بالعمل الاغاثي ان ممكن يتحاور ما هو الاحتياج الحقيقي في الامر الواقع. طيب ما الذي يعني هل هناك موانع يعني تسبب عدم إشرافكم الكامل على هذه العمليات الإغاثية التي تجري في اليمن، أم أن هناك نوع من الإتاحة تقدمها الحكومة اليمنية لهذه المنظمات للعمل بمساحة حرية أكبر حتى تتسهل عملية وصول الإغاثة إلى داخل البلاد؟ هو طبعا في الحقيقة نحن نعطي الحكومة هي اللي تعطي مساحات كاملة، ونحن لا نمنع أي منظمة تدخل وتتعامل وتطالب منها توصل لأي مواطن. فاللجنة لا تتدخل في أي عمل إغاثي لأي إنسان، أي منظمة تحب أن تعمل عمل إغاثي أن تقدم هنا في أي منطقة في أي منطقة نحن ممكن نسهلها. في بعض الأحيان أحيانا نتدخل نحن في عملية إذا احتجزت قوافل عدة أماكن نحن نتدخل لتسهيلها ووصالها إلى مستحقيها دون التدخل في عملهم، وإنما نحن نتكلم على المرحلة القادمة. الآن بدأت مرحلة الاستقرار ومرحله انه ممكن التفكير انه يجب ان تمر الينا. المره الماضيه كمرحله اولى ومرحله ثانيه تركت الحكومه هذا المجال لهم بسبب انه عدم لملمت الاوضاع في داخل اللجنه الاغاثه. لا بدات الامور تتصلح وبدات الامور تتنظم، ولهذا يجب انها تتنظم معاهم في المستقبل محاسب تنظيم وحسب استقرار الدوله. الان بدات الدوله تستقر، بدأت المؤسسات تعود، بدأت الحياة تعود، بدأت الخدمات تعود. ويجب أن يكون العمل الإغاثي يعود بالطريقة اللي نحن نحس أنه ممكن يوصل لكل المستحقين. إذن أشكرك أستاذ جمال بلفقي المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ونعود إلى الأستاذ زيد العلاية المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة. إذن أستاذ زيد، لماذا لا تتم العمليات الإغاثية باليمن بإشراف اللجنة العليا للإغاثة؟ ما الذي يمنع ذلك؟ الكريم، هناك ما يقارب 120 منظمة حاملة في المجال الإنساني، أمم متحدة ومنظمات دولية ومنظمات محلية. الشؤون الإنسانية بتحاول في بكل ما يمكنها أن تعمله الابتعاد عن التجارب والتجارب القياسية. وكما تعرف هناك اتهامات الأطراف في الهيئة المتحدة سواء من الطرف الموجود في الحكومه الشرعيه او الطرف الموجود في صنعاء. نعمل يا اخي احنا مع جميع الاطراف، لدينا مكاتب موجوده في صنعاء ومكاتب في تعز وفي عدن. محادثتنا ولقاءاتنا مع الاطراف ليس لها دخل في العمل السياسي ابدا، وكل ما نقوم به من مقابلات واعمال ومن اجل تيسير وتسهيل وصول المساعدات الانسانيه الى كل من يحتاج اليها. لا نستطيع ان يكون طرف الشيخ الكريم ونبدا بوضع اصابع الاسلام على هذا الطرف او هذا الطرف. نعمل مع جميع الاطراف حتى يتسنى لنا تقديم المساعدات لكل المحتاجين اليها في اي مكان كانت موجوده في اليمن، حتى في المنطقه الذي اكثر يوجد فيها التحدي الامني هو الاكثر مقارنه بالاماكن الاخرى. طيب يعني الان وزير الاداره المحليه السيد عبد الرقيب فتحي يتحدث على انه هناك استنكار من قبله ومن قبل الحكومه اليمنيه الشرعيه لصمت المنظمات الامميه تحديدا حول مثلا احتجاز الميليشيات للكثير من يعني قوافل الإغاثة وما شابه. هذا الأمر هل هو يسهل يعني عملية الصمت، هل تسهل عليكم الأعمال أم ماذا؟ يا أخي الكريم، لا يوجد حاجة زي ما بتسمي صورها الأستاذ عبد الرقيب فتحي مع احترامي لكل ما يقوله. هناك تم عملية احتجاز نقوم بالتحدث عنها.
إذا تم عملية تأخير لمساعدة إنسانية من الدخول إلى منطقة من المناطق نتحدث عنها. سأقول في 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 مقابلة مع قناتكم الكريمة أو الذي يقول لها كل الاحترام مسبقا في مقابلات قبلات سابقة، أن سيدي ما قلت لك قام بزيارة إلى منطقة إلى محافظة تعز، وقام بزيارة إلى المنطقة المحاصرة وتحدث فيها مع المسؤولين جدا، وتحدث فيها عن تحسين بعض الأشياء في المحافظة أو تحسن بسيط، ولكن دعا المجتمع الدولي إلى التفاف، واصبحت مدينه سعد ايضا من الاولويات المهمه جدا في 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 برنامج المساعدات الانسانيه في مكتبنا وكل المنظمات الانسانيه العامله بها في اذا اشكرك جزيل الشكر الاستاذ زيد العلاية المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه في اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.